بسم الله الرحمن الرحيم. معكم رابط الأمن محمد بن علي نائب رئيس فرقة السير الطرقي. بداية نشكركم على الاستضافة وعلى تغطية الترتيبات الأمنية الخاصة بنهاية السنة الميلادية 2023. كما عهدت المديرة العامة للأمن الوطني في مثل هذه المناسبات الخاصة والاستثنائية كتكون كذلك بعدة استراتيجيات أمنية استثنائية التي تروم الحفاظ على الأرواح والممتلكات ديال المواطنين بطبيعة الحال السلامة ديالهم الجسدية والسلامة المرورية. خلال هذه السنة وتعليمات من مديرية الأمن العام الوطني وتحت الإشراف وفعل السيد ولي الأمن رئيس الأمن الجهوي، الاستراتيجية الأمنية المحكمة والخطوط العريضة تم التنزيل ديالها على صعيد المصالح ديال الأمن الجهوي الممتازة واللي ارتكزت على مرتكزين اللي هما توفير الموارد البشرية الكافية لتأمين مرور ديال هذه المناسبة طبيعة الحال دون التأثير على المهام العادية ديال المصالح الأمنية، والثانيا تسخير المعدات والوسائل اللوجستية اللازمة اللي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المصالح الخارجية. المواطن التازي وكذلك الزوار ديال المدينة غيصدقوا خلال المرور ديالهم عبر مختلف الطرقات مختلف المحاور ديال المدينة على تشكيلات أمنية مختلفة، سدود قضائية، سدود إدارية، كذلك دوريات راجلة في مختلف الشوارع في النقاط اللي كتعرف التواجد والحركية ديال المواطنين. كذلك التشكيلات أخرى متحركة من شرطة زي الرسمي وكذلك زي المدني. الهدف الأساسي هو تأمين ديال المرور ديال هذه المناسبة في أحسن الظروف وبطبيعة الحال ترسيخ الشعور بالأمن لدى عموم المواطنين والمواطنات. شكرا.